بنتي يا سهرة يا بنت. ايوه يا معلمة. جهزتي كل حاجة؟ كل حاجة جاهزة، الأكل تمام والحمام في الفرن والبيرة في التلاجة، كله تمام التمام. عفارم عليك شاطر. بس على الله الليلة دي ما شيلش الأكل زي كل ليلة. جرى يا بنتي يا مقروصة، ما تخليكي في شغلك، مالك بشغل غيرك أنتي. الله، شكلك متأكدة إنه هيجي الليلة دي يا معلمة. هيجي، لازم يجي. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حربي، اتفضل. امال دنيا فين؟ موجودة. دنيا فنانة يا حربي. بقولك يا دعاء، نعم، اعمل لنا بقى فنجانين قهوة بس على نار هادية. ماشي حاضر. تعالى يا حربي. خير يا دنيا؟ زي بقول لك جيت الحتة وسألت عليا. قولي بقى يا حربي، ايه حكايتك انت وعنتر وعزام ورشوان؟ بتسألي ليه؟ اصل اول امبارح كنت انا ودعاء عند عنتر في العوامه، ومن اول الليله كده وانا حاسه ان في حاجه غريبه بتحصل. حاجه ايه؟ مش عارفه، هما كلهم كانت اعصابهم مشدوده كانهم مستنيين حاجه هتحصل، وعنتر ورشوان علوا صوتهم على بعض، وفجاه كده لقيت رشوان خرج بره العوامه والتليفونات اشتغلت، وعنتر بيتكلم في التليفون وبيتكلم عن بضاعه مسروقه وعربيه بتتحرق، وجاب سيرتك انت وزين يا حربي. هو في ايه؟ انا بجد مش فاهمه. مفيش حاجة يا دنيا. يعني ايه مفيش حاجة؟ أنا رحت امبارح على الحتة وسألت عليك ولا حد عارف عنك حاجة أنت وزين. في إيه يا حرب؟ أنت مخبي عليا إيه؟ أنا قدامك أهو بيت وزي الفل. أنا حاسة إنك مخبي عليا حاجة يا حربي. بص، أنا مش من حقي أتدخل، بس أنا بجد خايفة عليك. الناس دول قاسية قوي ومفيش في قلبهم رحمة، وأنت مش قدهم يا حربي، مش قدهم. عزام ده حطك أنت وزين في دماغه وعامل زي الحية، لدغته القبر. ما تخبيش عليا يا دندن، عمر الشاي بقى. مش مع الناس دول يا حربي، مش مع الناس دول، انا بجد خايفه عليك. ربنا ما يحرمني منك. ولا يحرمني منك انت كمان، ويخلي لي حسك في الدنيا. ميرسي يا حبيبي. يلا يا بابا اتفضل. امال فين اماني؟ مش عادتها تتاخر بالشكل ده؟ زمانها جاي يا عم. مساء الخير. مساء النور. ايه يا اماني؟ مش هتتعشي معانا ولا ايه؟ لا يا بابا، ماليش نفس، بعد اذنك. هي مالها يا اماني؟ انا داخل اطمن عليها. ايه يا اماني مالك؟ مفيش حاجة يا بابا. مفيش حاجة ازاي؟ داخلة ضربة بوز ومالكيش نفس تاكلي وتقولي لي مفيش حاجة؟ بقول لك ايه يا اماني؟ اوعى تكون حكاية العريس دي هي اللي مضايقاكي. أنا سبق وقلت لك القرار قرارك، ومحدش هيقدر يجبرك على أي حاجة طول ما أنا عايش. ربنا يخليك ليا، بس الحكاية غير كده خالص. احكي لي يا اماني، افتحي لي قلبك. اكرم يا بابا بيعملني كاني طفله صغيره مش عارفه هي بتعمل ايه، او كاني متهمه عنده في الاسم. ايه اللي حصل بالظبط؟ يصح ان هو يهدد واحد لمجرد اني بقابله وبعمل معاه حوارات للمجله؟ لا طبعا ما يصحش، بس اكيد اكرم اتصرف بحسن نيه. قولي لي يا اماني، الواحد اللي بتتكلمي عليه ده انا اعرفه؟ حرب، حرب المهدي اللي كتبت عنه المواضيع اللي فاتت في الجورنال. ايوه، بس اكرم قال ان الولد ده مشبوه ومسجل خطر ولسه خارج من السجن قريب، واذا كان هدده فده من باب خوفه عليكي وعلى مصلحتك. يا بابا حربي غير كده خالص، ده انسان شهم وجدع وشجاع وكمان متعلم. متعلم؟ اه يا بابا، هو كان في كليه حقوق بس كان في ظروف حصلت كده وخلته ما يكملش. واضح انك متحمسه قوي للي اسمه حاربي ده. لانه يستاهل، لما الواحد يلاقي حد جدع وشهم وشجاع لازم يقف جنبه ويشجعه، مش يهدده ويهينه. عموما انا هطلب من اكرم انه ما يتدخلش في شغلك، وهطلب منك انت كمان تخلي بالك من نفسك.
واوعي تنسي في لحظة إن أخوك ظابط مباحث وإن أبوك اللواء حسنين المصري. قصدك إيه يا بابا؟ أنت فاهمة قصدي كويس يا أماني. أنا ثقتي فيكي ملهاش حدود، بس في نفس الوقت ساعات الإنسان اندفاعه وحماسه بيعميه عن حاجات كتير قوي. أسيبك دلوقتي ترتاح وتفكري في الكلام اللي أنا قلته لك. تصبح على خير يا حبيبتي. لو ما كنتش جيت النهارده كنت زعلت منك وقطعت. لا تقطعيني ايه يا معلمه، انا في عرضي يعني. لو زعلت مني ولا حاجه مش مشكله، هشقلب لك كده واعمل لك قرد لحد ما اصالحك، لكن تقطعيني واكتب اللي ما اقدر. كلامك بقى حلو قوي ومعسل وبقى بيدوخ. وانا اقدر عليكي برضه يا معلمه، ده انا غلبان. غلبان؟ كلامك ده ما يخشش على معلمه زيي، لفه ودايره والدنيا خبزاها وعجناها، لكن يخش على عيله صغيره بنت امبارح ملهاش خبره ومش فاهمه الدنيا شكلها ايه. كلامك ده ورائنا. قصدك ايه يا معلمه؟ قصدي على البنت الصحفيه اللي رايحه جايه وراك في كل حته. انت دماغك راحت لبعيد قوي يا معلمه. انا مفيش حاجه بيني وبين الصحفيه دي، لا من توبي ولا انا من توبه. انسى يا معلمه الموضوع واتقفل. انسي انسي وخليكي معانا. انا دايما معاك يا حربي، المهم تبقى انت معايا وعلى قولك. انا وانت دلوقتي مع بعض، مش عايزه افكر في حاجه تانية. اشتغل يالا منك لو انا بنت اللكاعه، انا مش عايزه تلفظ. انا قلت صباح الفل يا رجاله. صباح العسل يا عريس. امال المعلمه فين؟ لا المعلمة مش جاية النهارده، مريحة شوية. أصل مؤاخذة يعني ظهرها وجعها حبتين. لا لا لا، ألف سلامة ألف سلامة. حقها برضه يا زين حقها. ده إيه الظروف اللي على الصبح ده يا ده بركة؟ لا بقول لك إيه، اللي هو بركة ده في العشاء ما جاش، اللي جه المعلم بركة. العيال بقى أنت فاهم. ماشي يا معلم بركة. فطرت ولا أجيب لك حاجة تشق بيها ريقك؟ لا الحمد لله فطرت. لا ألف هنا ألف هنا يا حبيبي. حمام برضه؟ هو في حد بيفطر حمام على الصبح يا مغفل؟ أنت بتعتق يا أخي، أنت بتعتق. على رأيك ده لا عاتق فطار ولا عاتق عشاء. أعوذ بالله من عينيكم تجوز، اللهم احفظنا. يلا بينا يا عم زين. إيه هنروح فين؟ نوصل لأبو صلاح. طب هنسيب المستودع لوحده؟ بركة بقى في المعلم ولا إيه يا معلم؟ إيه زين؟ اتكلوا أنتوا على الله ما تلاقوش كل شيء تحت السيطرة، اتفضلوا أنتوا اتفضلوا اتفضلوا. يلا يا عم زين. سلام يا ده بركة. لا قلنا المعلم بركة بقى. إيه ده؟ اشتغل يالا منك، يالا مش عايزك تنفذ قلت.